شاهي يريفانيان ابن آرا يريفانيان، نائب لبناني بارز ورجل أعمال ناجح بمجال تطوير العقارات من مطلع الستينات، وهو مؤسس شركة آرا يريفانيان اند سونز. بال2000 الوالد توفى الله يرحمه، وأنا ترأست الشركة وحبيت أخلق براند اللي اليوم اسمه سيفكو. فتحقق هالشي رجعت عملت الريستركتشرينج الهيكلية تبع الشركة، استعملت الأونلاين سوشيال ماركتينج وعملنا لوتري، عملنا بروموشنز على المشاريع تبعولنا، عطينا ديسكاونتس خصومات إذا حدا اجى من الفان واشترى عنا. فشوي شوي كبرت الأرقام واليوم أصبحنا أول شركة بالعالم شركة عقارية وعنا فوق 1.5 مليون منتسب. فهالشي خلتنا نحقق مبيعات أرقام قياسية، كل ما نطلق مشروع منبلش نعمل اللونشينج على الفيسبوك، من أول أسبوع أسبوعين عم نبيع 70-80% من هالمشروع. بعد ما شغل شهي ريفانيان الموقع الأول بعمر 29 سنة وبعد مسلسل نجاحات، بتبقى أحلام كتيرة بعد ما تحققت. أكيد أنا بفتخر أنه لبناني وبفتخر أنه حققت حلمي بلبنان، ما حققتها برات لبنان ورجعت على لبنان. أما نصيحة شهي ريفانيان للشباب اللبناني فبسيطة ومؤثرة. ما يحطوا اللوم على الوضع، ما يحطوا اللوم على البلد، يشوفوا اللي حققه شهي ريفانيان كيف قدر يحققه، وأكيد بمثابرة وإيجابية كل شيء معقول.